لأي حد من إخواتي اللي بيسمعونا وشبابنا، أي حد، أي إن كان الخلاف اللي كان بينك وبين مامتك، أي إن كان اللي أنت ممكن تكون وجهة نظرك أنت شايفه صح أو غيرك قاله لك صح أو إن أنت شايف الواقع صح، ولكن لما تبص لها وتعقلها كده في الآخر هي حاجة واحدة، مالكش غير أمك. طبعاً مهما تلف الدنيا، طبعاً تتجوز وتخلف وتروح وتيجي وتسافر وتعمل وتزعل وتغضب وأي إن كان الظروف، في الأول وفي الآخر لما الواحد يعني أقولها إزاي، الأم يا جماعة، أي حد مزعل مامته، أي حد زعلان من مامته، أي حد مامته زعلانة منه، دي بقى أوحش، تبقى كارثة أكتر. لازم تاخد بالك من النقطة دي، لأن إحنا العمر ملوش بعد، وممكن واحد مننا يروح في أي سن، ملوش سنة لما أكبر عشان هموت، لا ممكن بيروحوا شباب أصغر مننا، بيعدي عليك فرصة أنت عمرك في حياتك ما تعرف تعورها تاني، لأنك أنت الجنة دي بجد يعني، طبعا بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ثم تحت أقدام الأمهات. فخدوا بالكم يا حبايبي يا اخواتي يا اصدقائي، اي حد بيسمعنا، انا عارف ممكن يكون كلام مش لكل الناس، او مفيش حد يعني، يا رب يتمنى الكلام يكون في الهواء ومفيش حد بيعمل ده، اكيد ان كل واحد عارف قيمه الكلام ده، مش مستنيه مني، ولكن ناخد بالنا، اي حد بيسمعنا عنده حاجه مع مامته، اجري بوس الرجل، بوس رجل امك الاول، مش ايديها، الايد عاديه، صدقني والله ما هتخسر، هتكسب وهيقعد لك في عيالك، وهيجي اليوم ربنا يكرمك وينعم عليك بطفل، ويجي في يوم ايام يعمل فيك اللي عملته بمامتك وباباك. عامل ربنا في مامتك وباباك دي اهم شيء، انك انت يعني هي كده، هي الدنيا كده، فاي واحد فينا لا قدر الله شطانه كده ولا كده، يرجع ويبوس الايد عشان كده ايه، يحس بالامان ويحس بالعطف، او يعني ما بقول ايه، انا كلام مجروح مع الام، لان انا بحب امي جدا جدا، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، عشان كده الناس كلها بتحبك والله العظيم، انت لك امهات كتير. استنى استغل بقى كمان النقطه دي، وانا واقف مع امهاتنا وحبايبنا وامهاتنا بيسمعونا، احب اقول لامي انا كمان امي انا طبعا عشان بكره احنا برنامج بكره مش هوا، فبكره عيد الام، بس النهارده لو سمعانا كل سنه وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه، وربنا يديك الصحه ويشفيك. اصلا كمان امي زي حضراتكم شقت علينا قوي، ايوه امي شقت قوي، فبالنسبه لي انا مهما اتقال ويتقال، انا اي حاجه حلوه في حياتي زي حضرتك شايفينها كده، من ربنا ثم امي، ربنا يخليها لي، اي واحده امه في نظره احسن من اي حد، كل الامهات لكل الاولاد هم احلى امهات، ما فيش كلام، ما فيش نقاش في الموضوع ده خالص، يعني ما فيش مجادله فيه، يعني مثلا زي ما يكون واحد صاحبي يقول ايه، الام بتعمل مكرونه احسن واحد في الدنيا، اقول له ايوه كلامك صح، ولا ابقى واحد اقول له المكرونه ماما بتعمل، ايوه كلامي صح، كل كلامي صح، ان كل واحد فينا عنده مامته هي يا رب دايما نشوفكم كده حلوين زي ما انتم شايفيننا حلوين، يا رب يديكم الصحه ويعافيك ويشفيك ويكرمكم دايما، انتم السند، ربنا يحميكم اولادكم ويحفظكم واشوفكم على خير، ودول هدايا صغيره جدا ما تجيش معاكم والله العظيم، مقدمه من برنامج احنا كفايه ان احنا جينا مع حضرتك وشوفنا حضرتك، احنا هديتنا مع حضرتك النهارده، مع حضرتك بجد، كل سنه وحضرتك طيب وحضراتكم طيبين، يخلي لك مامتك ويبارك لك فيها يا رب، ويخلي لك اولادك يا رب. اشكركم شكرا جزيلا، واتمنى يا رب كل حلقه عجبت حضراتكم.